جاهز عليش؟ انا دايما جاهز يا ولي. يلا بينا. انا بالكم نرشيكم ليه؟ تقول ارجع بالسلامه يا رجاله. منصور باذن الله يا عم غنيم. منصور يا شر خلق الله. ايه ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. اشرب عقلك يا رجاله. أنا بابا عشان خاطري صوتك وحشني. طول عمري كنت واقف على رجلك أسد صلب بتدافع عننا كلنا. مش قادرة أشوفك وأنت كده. لو يا بابا تضحك عليا أوعى تسيبني يا بابا. عشان خاطري محتاجينا. أرجوك يا زهرة لا تكلمي ولا تصحيني. النوم دلوقتي أحسن من الليل. دكتور انت قلت لي الحقيقة، قلت لي هيبقى كويس مش كده؟ ما تقلقيش ان شاء الله كله خير. ايه دي يا معايا؟ ايه دي مش كده؟ طب خليني معاه شوية يا دكتور. يلا يلا عشان نسيبه ويرتاح. مش عايزة اسيبك. مش عايزة اسيبك. معلش كفاية كده. اتفضلي. بعد اذنكم اتفضل. شكرا. تعبناك قوي يا دكتور. مع السلامه. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بقى كويس دلوقتي يا هشام. يعني انت شفتيه يا هانم وطمنتي عليه؟ اطمن يا هشام فيك الخير. بابا بقى كويس الحمد لله. الحمد لله. بقول لك يا نور هانم انا لازم اطلع المجموعه اطمن على الشغل هناك. هتابع معاكي بالتليفون. ها ربنا معاكي يا حبيبي بس ما تسيبنيش لوحدي كتير. انا بضرب لخمه وانت مش موجود. هشام خليك مع الاستاذه وهتابع معاكي بالتليفون لو في اي حاجه. شكرا. مش هتاخر. مع السلامه. باي حبيبي. طب تحب اجيب لك حاجه تاكليها وتشربيها يا هانم؟ ماليش نفس اكل حاجه لكن هقول لك هات لي حاجه اشربها. هات لي نسكافيه بلاك عشان افوق شويه. هنعمل الاثنين يا هانم. شكرا قوي. الحمد لله. ايه رايك بقى في المكان ده؟ ما دام انت معايا يبقى اجمل مكان في الدنيا. انت عارفه ما انا حاسس ان انا ما كنتش عايش. يعني كان من بيت للشغل ومن الشغل للبيت. عمري ما رحت مكان حلو. عمري ما قعدت قاعدة كده حلوة أشوف نفسي فيها. تصور إن أنا حتى عمري ما سمعت كلمة حلوة. أنا وعدك يا قلبي إني من هنا ورايح مش هتشوف ولا هتسمع غير كل حاجة حلوة وإني هعوضك عن كل اللي فات قبلي. أنا حاسس بده يا مها وحاسس إن اللي جاي هيبقى حلو أوي. حلو كتير. بس المهم بقى إن حضرة الضابط يشد حلو ويخلص القضية اللي في إيده عشان يثبت للناس كلها اولا انه اكفأ ضابط في الكون ده كله. لا 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 استني عندك. طالما في اولا يبقى في ثانيا. ثانيا بقى دي انت عارفها؟ ايوه عارفها. عارفها وحاسسها كمان. ونفسي انها تحصل النهارده قبل بكره. بس انا اوعدك ان ده هيحصل. انا عندي بس شويه مشاغل كده في الشغل. تخلص وهنتمم جوازنا على طول. ان شاء الله يا روحي. مش يلا بقى بينا عشان الظابط يلحق ينام ويصحى بدري لشغله فايق؟ ما لسه بدري. بدري من عمرك يا روحي. بصي بقى يا قلبي انا مش عايزه اللي بينا يعطلك ابدا عن شغلك. انا اهم حاجه عندي في الدنيا انك تكون اهم راجل في العالم. معاك يا حبه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. دايما كده الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه. بس هانت روحي خلاص كلها ايام وبعد كده هنسهر مع بعض وتلاقينا راجعين على بيتنا على طول مع بعض.
ربنا يقرب البيت يا روحي. يلا بقى يا قلبي روحني عشان تلحق تروح شغلك بدري. ايه ده؟ انت بتطرديني ولا ايه؟ ما انا اقدر يا حبي، بس انا قلبي على شغلك. اوكي روحي. بلغ الإشارة. معتز بيه، أنا عبد العال. أيوة عبد العال، إيه الأخبار؟ عليش قدام بيت كارما ومعاه واحد دخل الشقة. عرفت مين الواحد ده؟ الدنيا ضلمة يا فندم، مش قادر أحدد شخصيته. تحب أتدخل؟ لا 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 لا، محدش يتدخل، خليكم مكانكم، أنا جاي حالا. عبد العال اتصل بشريف بيه وقوله يجيب قوة دعم من المديرية وحصلني على هناك حالا. تمام يا فندم. عمليات عمليات عمليات. سمعت صوتك هقتلك، اخد روحك، خلينا نخلص وامشي. Thank you.
انت ورا الواد ايهاب. ايوه سليمان بيه، معلش يا فندم ان انا ازعجت حضرتك دلوقتي. معلش يا فندم انا اسف، في مصيبه حصلت وكان لازم اقول لحضرتك عليها. بس انت شكلك بتعزه منين ده يا معلم سيد؟ منين ده؟ ده قشه عمر، انا بيع عمر عشان وصل اهو. الحمد لله على السلامه. يا ابو الجمال فين؟ تعال كده. في يعني ايه؟ يا رجاله شكله كده ما يطمنش. ايه ده بس يا ترين، ناخد نفسنا. خير كفاله الشر، كنا هنتسلك يا سيد. البوليس كبس وانا بنفذ العمليه وفلتنا بالعافيه. يا نهار اسود، هو هيكون حد رياب كل حاجه؟ عيب يا معلم، هو حد برضه يعرف يقطر عليش؟ الظابط ابن الرفض كبس عليا وانا هخلص على الموز، طخيت واحده شكله اتسلك فيها وقابل رب كريم. قتلته غنم؟ عمره بقى، محدش بيموت ناقص عمره سيد. ونام الداخليه كده هتتقلب وهتقلب الدنيا علينا. ما تجمد يا جدع عمار، اللي حصلنا كسرنا، احنا نفدنا بجلدنا واللي يعرف طريقنا يبقى يجيلنا. لا يا غنيم لا، لازم نعمل حسابنا كويس، ناخد احتياطنا. نعمل حسابنا معلش، تاخد العربيه التوية في الجبل وتجيلي جري. ماشي؟ حاضر. وانت تريل تقف في الغرزه على الناصبه تعمل فيها عبيط وتشم اي حد حوالينا تبلغنا. اعتبره حصل يا معلم سيد. احنا هنكن شويه لحد ما الدنيا تهدى وبعدين نبقى نشوف بقى هنعمل ايه مع سراج وفتحي. يا دي ام فتحي اللي كنت هتموت بسبب النهارده يا غنيم. يا سيد، ما العمليه بتاعت النهارده كانت سليمه وفي الجول، والبنت اتهانت واتبهدلت على الاخر، وعلى ما فتحي يفوق منها هناوله القاضيه بقى في اخوه. حليني بقى على ما يفوق منها، دي اللي هتقضي عليه خالص. والشغل بقى ما نبقاش ملاحقين بقى، سراج يجيب لنا كل الشغل كله والقاش هتبقى معدن وهنتنغنغ وهتبقى آخر بغدادة.
كانش لازم معتز يتهور ويعرض نفسه للخطر ويعرض العمليه للفشل. الله بيهجم ليه لوحده؟ ما كان يسكت شويه، كان زمانه حمى نفسه وكنا خلصنا من العمليه الزفت دي وعبطنا على الاصابه يا اخي. يا فندم، انا لما المراقبه السريه بلغتني بتقريرها بصراحه ما كنتش متخيل ان معتز يعني هيتهور بالمنظر ده. مفيش اخبار عن حالته؟ والله يا فندم، هو اول ما جه دخل العمليات ومن ساعتها ما طلعش، ربنا يستر بقى. طب واللي اسمها كارما دي حالتها عامله ايه؟ الحقيقه انا اول ما وصلت سالت عن حالتها وقالوا لي انها كويسه، عندها بس شويه كدمات وطبعا منهار عصبيا من اللي حصل لها. وانا عايزكم بكره الصبح تعرضوا عليها صور المشتبه فيهم، مين عارف يمكن تقول لنا مين اللي عمل كده. حاضر يا فندم. دي حقنه مهدئه عشان تنام. ايه دي؟ انت كويسه؟ المهدئ ده هيخليك تنامي والصبح تبقي كويسه باذن الله. انت خلاص هنعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اهدي دلوقتي ونام. شكرا دكتور، كتر خيرك. عفوا. يقول الكتاب له عمر جديد، الرصاصه جت جنب القلب وحصل له تهتك في النخاع الشوكي. طب هو حالته ايه دلوقتي يا فندم؟ يقول خرجوا رصاصه باعجوبه، مش عايزين نسبق الاحداث. ربنا يستر. انا همشي دلوقتي وهرجع كمان ساعتين عشان اطمن عليه. وانتوا حاولوا تبلغوا اهله بس بالراحه ما تخضهمش. واوعوا تنسوا تعرضوا الصور على كارما، انت عارف على حد فيهم. حاضر يا فندم. يلا سلام عليكم. مع السلامه. مالك؟ إلا مالك يا سارة، حالت معتز زي الزفت، ربنا يستر عليه بقى. ازيك يا نادي؟ ايه اخبار التقرير بتاع المعمل الجنائي؟ والله بالنسبه للتقرير المبدئي يا شيخ بيه هو هيكون جاهز على اخر النهار، اما بالنسبه للتقرير النهائي فده ممكن يبقى جاهز على بكره او بعده بكتير. طيب مش شد حيلك. على الله يا ريس. بعد اذنك. اهلا يا استاذ فتحي. شريف باشا، هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ ليه؟ الاخبار لسه ما جاتلكش ولا اخبار ايه؟ امبارح بالليل في واحد اقتحم شقه كارما وكان هيغتصبها وكان هيقتلها كمان يا فتحي. انت بتقول ايه؟ ما تقلقش، كارما بخير، اللي حاسب على الموضوع كل واحد من زمان للاسف اخد طلقه في ظهره علشانها. مين؟ طارق باشا؟ لا، معتز بيه. وكارما فين دلوقتي؟ ما تقلقش يا فتحي، كارما في مستشفى الشرطة، بس اعمل حسابك انا هحتاجك في محضر رسمي عشان ادارة الشوية مع بعض نحاول نوصل نشوف مين اللي عمل كده. انتوا لغاية دلوقتي ما عرفتوش مين اللي عملها؟ للأسف لسه، بس اكيد هنعرف يا فتحي. لكارما المستشفى ده بعد اذن سعادتك طبعا، لو احتجتوني هتلاقوني هناك. عن اذنك. المتابعة بتاعتك يا عامر بيه هايلة، مطمن جدا. دكتور أنا هقدر أخرج من هنا إمتى؟ لا لسه بدري على الكلام ده، حضرتك هتفضل معانا هنا فترة تحت الملاحظة،
وبعدين احنا نقلنا حضرتك في جناح مريح وجهزناه زي الرعايه بالظبط عشان ساعتك تكون مستريح. المهم يا دكتور فؤاد ان حالته استقرت الحمد لله ومفيش قلق. مفيش داعي لاي قلق خالص، ومع العلاج والراحه والمتابعه عامر بيه هيبقى زي الفل وهيقدر يمارس حياته بصوره طبيعيه جدا. المهم الفتره دي بقى مش عايزين لاي انفعال ولا اي مجهود، راحه تامه، وسيبوا بقى الباقي على ربنا وعلينا. سامع يا سي بابا؟ سامع كلام الدكتور؟ بيقول لك راحه تامه. الحمد لله على سلامتك يا عامر بيه. استاذنكم متشكرين لتعبك جدا. شكرا. الحمد لله على سلامتك يا عامر بيه. الله يسلمك. طارق. ايوه يا عامر. اخبار المجموعه ايه؟ مجموعه ايه بس يا بابا؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انت تعبان يا بابا، طز في اي حاجه. استنى انت بس يا نوران. ايه الاخبار يا طارق؟ اطمن سيادتك، كل اللي اتفقنا عليه تم والمجموعه بخير، مش ناقصها غير رجوعك ليها قريب ان شاء الله. طارق اخبار الاسهم ايه؟ شدت حيلها بعد ما اشترينا كل اللي اتعرض، وبعد ما نسبتك كانت 51% دلوقتي تقريبا قربت ل 90%، واي اسهم جديده هتتعرض للبيع احنا جاهزين للشرف. عشان انت كده ايه تمام، اطمنت ان الامور كلها ماشيه اكتر ما انت كنت عايز. ممكن بقى وحياتي عندك تريح نفسك وتهدى. حاضر حاضر حبيبتي. تلاقيش طالع روح انت وعند المجموعه، وجودك هناك مهم جدا. لو احتجت اي حاجه اتصل بيا او تعالي. حاضر يا عمي ونور. هم حضرتك اهي، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بعد اذنكم. مع السلامه حبيبي. مالك يا بابا؟ قلبك فيه حاجه؟ ده انا كنت حموت من الرعب عليك. البنت سوها. ها؟ وحشتها خالص. سوها انت كمان وحشتها قوي يا بابا، واتفقت معاها ان كل بكره هنعمل لك مفاجاه وتيجي كمان تزورك معانا. ايه بابا؟ ايه؟ مكان الجرح. خليك ده فين بس يا حبيبي، خليك ده فين بس يا حبيبي. منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله اللي كانوا السبب. ايه يا طنط لو سمحت شوي، ان شاء الله معتز هيبقى كويس وهيقومنا بألف سلام. قاعدة ازاي يا بنتي؟ دي نار وبتاكل في قلبي. ما تعمليش في نفسك كده يا طنط، ان شاء الله معتز شوي وهيفوق، ولو شوف حضرتك بالحالة دي هيتخض على نفسه. حاضر يا بنتي حاضر، يفوق بس هو بالسلامة وانا هبقى كويسة. ربنا يجازي اللي كان السبب، ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم. اتفضل. شكرا. الشفا. شكرا. طيب على اذنكم انا. شفت العزل اللي عملته كده؟ هدي يا كرمة، مش وقت الكلام دلوقتي عشان خاطرك. أنا بدلت أوي يا فتحي، بدلت أوي. أنا شفت الموت بعينيا، أنا خايفة بجد خايفة. أنا جنبك، وطول ما أنا جنبك
عايزك تخافي من اي حاجه. واضح يا استاذه كارما انك تعرفي اللي اسمه فتحي ده كويس قوي. ايوه ده صديق عزيز ودايما بيسال عليا. طيب الملف ده فيه شويه صور المشتبه فيهم، عايزك تركزي معايا يا كارما. بصي على الصور كويس قوي عشان ممكن يكون واحد فيهم هو اللي اعترضك. لا مش ده. طب وده تمير صح الفتح؟ اه. طب وده تكرمه عمري ما شفته قبل كده. وده يا كارو؟ لا ورده كمان. ركزي يا كارما كويس. هو ده اللي حاول يغتصبني ويقتلني. هو ده.